بيبدأ فيلمنا بعصابة قاعدين في المقر بتاعهم، وبيكون ده زعيم العصابة واسمه أشار، والشرطة بتحاصر مقر عصابة أشار علشان تقبض عليه، والضابط أرجون هو اللي بيقوم بالمهمة دي، وبيدخل بجنوده المنطقة اللي العصابة مستخبيين فيها، وبيهجموا على الحراس اللي بيأمنوا الشوارع وبيضربوهم وبيقتلوهم، وبيدخلوا المبنى اللي فيه أشار، لكن واحد من الحراس بيبلغ الحراس اللي جوه علشان يهربوا أشار، والحراس بتجري بسرعة تجيب سلاحها وبيلبسوا واحد منهم حزام ناسف علشان يفجر نفسه أول لما الجنود تدخل، وأرجون وجنوده بيفجروا الباب وبيقتلوا في الحراس اللي بتقابلهم، لكن واحد من الحراس بيرمي قنبلة فبتنفجر في مجموعة من الجنود وبيتصابوا، لكن أرجون بيكمل هجوم بالجنود اللي معاه وبيوصل للحارس اللي لابس حزام ناسف، فأرجون بيطمن الحراس وبيرمي سلاحه علشان الحارس ما يفجرش نفسه، وأرجون بيطلب منه يوقف القنبلة مقابل ان هو يسيبه يمشي، وأرجون بيقرب منه وبيقطع سلك القنبلة وبيسيب الحارس يمشي، لكن بيوصل مجموعة من الحراس وبيهجموا على أرجون وجنوده وبيرموا عليهم قنبلة وبتنفجر في الأوضة، فأرجون وجنوده بيخرجوا بسرعة وبيهجموا على الحراس وبيفضلوا يقتلوا فيهم وبيقتلوا كل الحراس، لكن مش بيلاقوا أشار زعيم العصابة، فبيأمر جنوده بالانسحاب، فهم خارجين من المبنى بيلاقي أشار فتحة في الحيطة، فعرف إن أشار مستخبي ورا الحيطة دي، وبيشد أشار وبيكسر الحيطة وبيقبض عليه وبينجح في مهمته. بعد كده أرجون بيروح المطار علشان يرجع لمدينته يقضي الأجازة مع عيلته، فهو داخل بيخبط في بنت اسمها إيشا وبيلحقها قبل ما تقع وبيسيبها وبيمشي. بعدها بيركب الطيارة بيلاقي إيشا هي مضيفة الطيارة، فبيفضل باصص لها وبيكون معجب بيها، وإيشا بتشكره ان هو لحقها قبل ما تقع، وبتكون كده شكلها بدأت تحبه هي كمان، وبيروح يقعد على الكرسي بتاعه وبيفضل باصص لها، وصديقة إيشا بتكون مبسوطة ان إيشا حبت أرجون. بعد كده بيوصلوا المدينة، وإيشا وأرجون بيعترفوا بحبهم لبعض، وبيقضي فترة الأجازة مع إيشا وبيتقدم لها علشان يتجوزها. بعد كده أرجون بيروح المطار يستقبل إيشا من الرحلة بتاعتها، فبيتضرب على الناس نار وبيهجم مجموعة مسلحة على المطار بيضربوا نار وبيقتلوا في الناس وبيفجروا قنبلة، وأرجون بيتصاب وبيكون مش قادر ينقذ إيشا، لكن بيقوم يهجم على أفراد عصابة وبيقتل فيهم وبيجري علشان ينقذ إيشا، فبيتصب بالنار في رجله، فإيشا بترجع له علشان تنقذه فبتضرب بالنار وبتموت، وواحد من أفراد العصابة بيضرب أرجون بالنار في ظهره. بعدها أرجون بيروح المستشفى وبيكون لسه عايش ما ماتش، ووالدته بتكون جنبه وخايفة جدا ليموت. بعدها أرجون بيفوق ووالدته بتفضل تعيط وفرحانة إن هو فاق، وبيفضل يعيني ينده على إيشا، وبيعدي أسبوعين والدكاترة بيثبتوا إن أرجون مش هيقدر يتحرك تاني خالص لأنه حصل له شلل بسبب الرصاصة اللي كانت في ظهره، وأرجون بيفتكر لما اتضرب بالنار وإيشا ماتت. بعد كده بيرجع البيت ووالدته هي اللي بتهتم بيه وبتراعيه، وبتفتكر لما جالها هو وإيشا وجاب إيشا زارتها علشان يتجوزها، وكانت فرحانة بيهم جدا، وأرجون بيكون متضايق إن هو مشلول، حاسس إن هو عالى على والدته، بقت هي اللي بتهتم بيه بدل ما هو اللي يهتم بيها ويرعاها. بعد كده بنروح لواحد اسمه مانيوم، وبيكون هو المسؤول عن ملف العصابة اللي هجمت على المطار وقتلت الناس، وبيعلن للإعلام إن المسؤول عن العملية واحد اسمه غول، وأرجون بيشوف الخبر في التلفزيون وبيفتكر ان هو ده نفس الشاب اللي كان لابس حزام ناسف اثناء عملية القبض على أشار، وساعتها فك منه الحزام الناسف وسابه يهرب، وكل وسائل الاعلام بتهجم على الحكومة بسبب اللي حصل، والوزير بيجتمع بقادة الشرطة ومن ضمنها مانيوم، وبيحاول يوصل معهم لحل للقضاء على العصابة والقبض عليهم، ومفيش حد منهم عارف يوصل لحل يوصلهم لغول وعصابته، فمانيوم بيقترح ان هم يستخدموا التكنولوجيا الحديثة للوصول لغول، فكل اللي في الاجتماع بيسخروا منه، لكن الوزير بيديله فرصة يتكلم وبيبدأ يشرح لهم ان كل الدول حاليا بتستخدم التكنولوجيا في حماية دولهم، وقال لهم ان الروبوتات ساعدت دول كتير قوي في حماية دولتهم، وقال لهم ان في عالمة هندية اسمها جريشي شغالة في صناعة الروبوتات بقالها 7 سنين وعندها خبرة كبيرة جدا في مجال التكنولوجيا وممكن تساعدنا، فالوزير بيوافق على خطة مانيوم. بعد كده بنرجع لأرجون وبيهجم على البيت 2 حرامية، فأرجون شافهم فبيقعد يصرخ، فبيحاولوا يكتموا بق أرجون وما بيعرفوش، فوقعوا أرجون وفضلوا يضربوا فيه، ووالدته جت علشان تحميه ففضلوا يضربوا فيها هي كمان، فطلبت منهم يسرقوا اللي هم عايزينه ويسيبوهم ويمشوا. بعد كده بنروح لمانيوم وبيروح لجريشي وبيطلب منها ان هي تطور الجنود بتاعتهم، فجريشي قالت له انا مش شغال علشان اطور من جنود ما عندهمش اعاقات جسديه، لكن انا بحاول اساعد جنود عندهم فعلا اعاقات زي الجنود المشلولين او اللي فاقدين جزء من اطرافهم وهكذا. فمانيوم بيتكلم مع القائد بتاعه وبيطلب منه ان هم يستخدموا القائد ارجون اللي اصابه الشلل بعد عمليه المجرم ارشال، فالقائد بيوافق، ومانيوم بيروح لارجون وقال له ان هم بيحاولوا يمسكوا غول لكن مش عارفين يوصلوا له، وبيطلب من أرجون ان هو يساعده، فأرجون فكره بيسخر منه علشان مشلول، لكن مانيوم قال له احنا هنساعدك تمشي تاني، وقال له ان في دكتورة اسمها جريشي هتساعدك بتكنولوجيا حديثة جدا تقدر تخليك تمشي تاني على رجلك، لانها هتزرع جواك انسان آلي يساعدك في الحركة، فبالتالي تساعدنا في القبض على غول. فأرجون قال له اشمعنى اخترتني انا؟ فمانيوم قال له انت ما عندكش حاجة تخسرها، لان معظم العمليات اللي زي دي مش بتنجح، فلو ما نجحتش مش هتخسر حاجة. فأرجون بيوافق يعمل العملية دي وبيعرف والدته بالعملية اللي هيعملها. بعد كده أرجون
بيروح لجريشي وبتعرفه بكل الناس اللي عملوا عمليات زي دي، وبتقوله ان في ناس من دول عملياتهم نجحت وفي ناس عملياتهم فشلت، وعرفته ازاي هيحطوا البرمجة في جسمه وازاي هيقدر يمشي تاني. لكن اثناء العملية بيحصل لارجون انخفاض في الدم، فجريشي بتطلب منهم ان هم يوقفوا العملية علشان ارجون ما يموتش، لكن مانيوم اجبرهم ينفذوا العملية وخلاهم كملوها وكملوا برمجة الانسان الالي في جسم ارجون، وبيخلصوا العملية وارجون بيفضل عايش. بعد كده ارجون بيفوق وجريشي بتحاول تخليه يحرك اطرافه، لكن ارجون بيكون مش قادر يحركهم، فجريشي حست بفشل العملية، لكن ارجون بيحرك دراعه لوحده، فجريشي ومانيوم بيفرحوا جدا. وارجون بيتكلم مع الانسان الالي اللي جواه وبيكون اسمها ايرا، وبيقوم علشان يمشي لكن بيكون مش قادر يمشي، فجريشي بتكون فرحانة ان عملياتها نجحت. بعدها جريشي بتعمل لارجون تأهيل علشان يرجع يمشي زي الاول تاني، وبيفضل يتدرب وبيقع وهو بيتدرب، لكن ارجون عمره ما بيفقد الامل وبيكمل تأهيل وتدريب، وكمان بيتدرب على ضرب النار، وبيكلم والدته وبيقولها ان العملية نجحت، وبتكون فرحانة جدا ان هو رجع يمشي تاني على رجله. بعدها مانيوم بيوصل له معلومات ان غول بيستورد اسلحة كيميائية من اوروبا، فبيروح لجريشي وبيطلب منها يوقفوا تأهيل ارجون علشان يساعدهم بقى في تنفيذ العملية، لكن جريشي قالت له ان ارجون لسه قوته ما اكتملتش، فمانيوم رفض واصر ان هو يرجع معاه علشان ينفذ المهمة، فجريشي طلبت منه ان هي تفضل معاه وترافقه طول الوقت، فمانيوم وافق. بعدها جريشي بتحط ارجون على الاجهزة وبتوصل ارجون بالقمر الصناعي علشان يعرف يتواصل مع ايرا الانسان الالي اللي جواه، ويقدر يخليها تساعده في كل حاجة وتوصله لاي معلومة عايز يعرفها. بعد كده ارجون بيستخدم ايرا الانسان الالي اللي جواه وبيعرف مكان المجرمين اللي هجمت عليه في البيت وضربوه هو ووالدته، وبيروح لهم وايرا بتقراهم وبتعرف ان هم خايفين منه جدا، فبيهجم عليهم وبيضرب فيهم وبياخد الخاتم بتاع والدته اللي هم سرقوه منها، لكن بيهجم عليه مجموعة من الناس وبيحاصروه، فايرا بتطلب منه ان هم يمشوا بسرعة لكن رفض وطلب منها تسكت، فوقفت كل تحركاته، وواحد من الحراس ضربه فتعصب عليها وخلاها شغلت نظام الهجوم، وبدأ يهجم عليهم وفضل يضرب فيهم ومحدش منهم قادر عليه، فواحد منهم بيمسك سكينتين وبيهجم على ارجون، فارجون بيضربه. ففي الوقت ده الشرطة بتوصل، فارجون جري علشان الشرطة ما تمسكوش ومحدش يعرف عنه حاجة، وبيخلي ايرا تساعده في الهروب، وبيوصل لسطح المبنى، فايرا بتخليه ينط من فوق سطح المبنى وينزل على العربية قبل ما الشرطة تمسكه، لكن بيغمى عليه، ومانيوم وجريشي بيوصلوا له، ومانيوم بيكون متعصب جدا بسبب اللي حصل، وارجون وهو مغمى عليه بيفتكر حبيبته ايشا لما كانت بتحتفل بعيد ميلادها، لكنه بيفوق وبيقول لجريشي ان هو حلم، لكن كنت حاسس ان الحلم ده حقيقي قوي وكانه في الواقع، فقالت له ان ايرا هي اللي بتخلي كل احلامك واقع وبتكون عارفه كل مضيق. بعدها مانيوم بيروح له وبيتعصب عليه بسبب اللي عمله، وقال له انت كده بتهدد العمليه كلها بالفشل ومش هنعرف نقبض على غول. بعد كده بنروح لغول وبيجهز حراسه علشان يسيطروا على البرلمان، وواحد من الحراس بيطير طياره فيها كاميرا علشان يراقبوا البرلمان ده، وفي الوقت ده جريشي راحت البرلمان علشان تحضر الاجتماع اللي موجود فيه، والحارس بيدخل الطياره فتحه في المبنى، وبيكون في طياره دي قنبله، ومجموعه من الحراس بيلبسوا زي الشرطه وبيخطفوا افراد الشرطه الحقيقيين علشان يدخلوا مكانهم البرلمان، لكن الحراس اللي على المبنى بياخدوا بطاقه غول علشان يكشفوا عليها، والبطاقه طبعا بتكون مزيفه، لكن مش بيعرفوا يثبتوا هويته وبيسيبوه يدخل المبنى، وبيوزع حراسه في كل مكان في المبنى علشان يسيطر عليه علشان يقدر يخطف رئيس الوزراء. وفي الوقت ده ارجون بيكون قاعد منتظر التعليمات من مانيوم، فايرا قالت له ان غول قريب منك وموجود في مبنى البرلمان، فبيجري يتصل على مانيوم علشان يعرفه، لكن رئيس الوزراء كان وصل للبرلمان، وفي الوقت ده الجنود اكتشفوا ان الحراس اللي دخلوا المبنى مش تبع الشرطه، وبيمسكوا واحد من حراس غول، فغول شافهم وخلى حراسه ضربوا صاروخ في المبنى وفجر كل العربيات اللي قدام المبنى البرلماني، ومانيوم بيكون قدام البرلمان وشايف كل اللي بيحصل، وغول امر حراسه يهجموا على الجنود اللي جوه البرلمان ويقتلوا فيهم، وبيوقف واحد لابس دراع بيضرب رشاش على عربيات الشرطه، وبيقتل الجنود اللي بتحاول تدخل المبنى، وبيمنع اي جنود يهجموا على المبنى. وفي الوقت ده ارجون بيوصل لمانيوم ومش عارفين يدخلوا المبنى، وبنرجع لحراس غول وبيقتلوا كل الحراس اللي مع رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء بيتصاب في كتفه لكن بياخدوه رهينه، فغول بيدخل بكل جنوده للمبنى بعد ما سيطروا عليه كله، وكل وسائل الاعلام بتعلن الخبر. بعد كده ارجون بيجهز بمجموعه من الجنود علشان يهجموا على المبنى ويحرروا رئيس الوزراء والرهائن اللي معاه، وغول بيكلم مجلس الوزراء وبيعرفهم ان رئيس الوزراء معاه ومعاه الرهائن، وبيطلب منهم ينفذوا شروطه علشان يسيبهم عايشين، وبيطلب منهم ان هم يسحبوا كل قواتهم اللي حوالين المبنى مقابل ان هو يخرج لهم مجموعه من الرهائن، وجريشي بيكون من ضمن الرهائن اللي مع غول. وفي الوقت ده ارجون بيوصل بجنوده لسطح المبنى، ومجلس الوزراء مجتمع، ومانيوم بيطلب منهم يوقفوا هجوم الجنود ويخلوا ارجون بس هو اللي يدخل المبنى لوحده، فبيوافقوا على قراره وبيبلغوا ارجون وبيسحبوا كل الجنود اللي معاه، وغول بيبعت مجموعه من حراسه ويتاكد ان سطح المبنى فاضي ولا لا، فارجون بيستخبى ومحدش بيشوفه، وايرا بتساعده في دخول المبنى، وغول بيخرج رهائن لما عارف ان مفيش جنود دخلوا المبنى، لكن ما يعرفش ان ارجون بقى جوه المبنى خلاص. وبنرجع لارجون وبيهجم على واحد من الحراس وبيقتله، وبيكمل مشي في المبنى، وايرا بتعرض قدامه خريطه المبنى كله، لكن
بيستخبى بسرعة قبل ما غول يشوفه هو وحراسه لحد لما يعدوا. بعدها غول بيكلم مجلس الوزراء وبيطلب منهم يفرجوا عن إشهار الزعيم بتاعهم مقابل إن هو يفك أسر رئيس الوزراء وادالهم مهلة ساعة. بعدها أرجون بيهجم على الحراس اللي موجودين في غرفة المراقبة وبيقتلهم، وبيحول كل الكاميرات لمجلس الوزراء علشان يتأكدوا إن رئيس الوزراء عايش ولا لأ، وبيراقبوا غول وحراسه. ومانيون بيكلم أرجون وبيطلب منه يخرج رئيس الوزراء في أسرع وقت علشان ما ينفذوش ليه الطلب بتاعه. وبنروح لجريشي وواحد من الحراس حس إن هي بتكلم حد فوقها. في الوقت ده أرجون بيوصل الأوضة اللي فيها الرهائن، لكن إيرا بتقول له خد بالك إن الباب ده عليه قنابل هتنفجر أول لما حد يفتح الباب. وبيوصل له الرسالة اللي جريشي بعتتها له، فبيعرف مكانها. وفي الوقت ده الحارس بيحاول يعتدي عليها وأرجون بيسمع صوتها فبيقرر يروح ينقذها، لكن مانيون منعه علشان محدش يعرف إن في حد في المبنى، وقال له إن غول هيجي من وراك وهيمسكك. لكن أرجون ما سمعش كلامه ودخل الأوضة وأنقذ جريشي. وغول دخل الأوضة لقى حراسه مقتولين، وبيعرف إن في حد دخل وقتل كل الحراس اللي كانوا في الأوضة، وبيشوف آثار الضرب والقتل، فطلب من حراسه يدوروا في المبنى بسرعة على اللي عمل كده. وبنرجع تاني لأرجون وبيخبي جريشي في مكان وبيديها مسدس علشان تدافع بيه عن نفسها. بعد كده غول بيعرف إن في حد اخترق الكاميرات بتاعتهم فبيفصل الكاميرات، وبيكمل أرجون في الميكروفون وبينده عليه علشان يسلم نفسه أو هيقتل كل الرهائن اللي معاه. فأرجون بيكلمه وقال له لو قابلتك المرة دي هقتلك ومش هسيبك تمشي. فغول افتكر إن أرجون هو اللي سابه يهرب لما فك الحزام الناسف من عليه ومرضيش يقبض عليه ساعتها، فغول بيتعصب جدا وبيمسك واحد من الرهائن وبيكلم مجلس الوزراء وبيقتل الرهينة دي علشان بعتوا له أرجون دخل المبنى، وبيطلب منهم إن أرجون يسلم نفسه ليه أو هيقتل رئيس الوزراء. فمانيون بيكلم أرجون وبيطلب منه يسلم نفسه علشان يحمي رئيس الوزراء، فأرجون فعلا بيروح يسلم نفسه وبيطلب من إيرا تساعده في قتل غول. وإيرا بتعرفه بمكان أماكن حراس غول وبيقرب من غول علشان يقتله، لكن واحد من الحراس بيضربه على ظهره فالإنسان القلي اللي جواه بيعطل، فبيفضلوا يضربوا فيه لحد لما بيغمى عليه. بعد كده الشرطة بتخرج أشار من السجن علشان يخرجوا رئيس الوزراء من البرلمان. ففي الوقت ده جريشي بترجع تجيب شنطتها وبتحاول تشغل الإنسان القلي اللي في جسم أرجون وبتخليه يحلم بإيشة حبيبته إن هي ما ماتتش علشان يعني تخليه يفوق بسرعة، وبتعرض له كل الذكريات الحلوة علشان يفوق. بعد كده مانيون بيكلم غول وقال له إن أشار موجود في الطيارة بتاعته وبيطلب منه يخرج رئيس الوزراء، لكن غول رفض وطلب منه يأمن له الطريق الخروج من البلد مقابل إن هو يسيب كل الرهائن، وقال لهم كمان إن هو حاطط في باب المبنى قنبلة علشان لو حد فكر يخرج من الرهائن تنفجر فيه، وبيروح يشغل قنبلة كيميائية وبيحط لها وقت، لا وكمان بيقتل الحارس اللي صنع القنبلة علشان يضمن إن محدش يقبض عليه ويخليه يوقف القنبلة، وبيجهز حراسه علشان يخرجوا من المبنى، وبيخرج من المبنى ومعاه مجموعة من الحراس. وفي الوقت ده أرجون بيفوق وبيقوم يهجم على الحراس وبيضرب فيهم وبيقتلهم كلهم، والحراس مش عارفين يضربوه بالنار من سرعته، وبيقتل كل الحراس اللي في الأوضة، فبيهجم عليه مجموعة من الحراس فبيرمي عليهم قنبلة بيفجرهم، وإيرا بتساعده في قتل الحراس، والحراس بتهجم عليه من كل مكان لكن مش قادرين يقتلوه، وبيمسك سلاحين وبيفضل يضرب عليهم نار وبيقتلهم كلهم، وبيطفي النور اللي في الأوض، وأول لما مجموعة من الحراس بيدخلوا الأوضة بيهجم عليهم وبيضربهم وبيقتل فيهم. وإيرا بتنبهه إن في قنبلة قربت تنفجر وقالت له إن دي قنبلة كيميائية هتدمر كل المبنى، فبيكلم مانيوم وبيعرف منه إن غول رايح المطار علشان يهرب، فقال لهم إن غول مفعل قنبلة كيميائية في المبنى وخلاص قربت تنفجر، فبيوقفوا العربية اللي فيها غول لكن للأسف مش بيلاقوه جواها، وبيكون حاطط رهائن في العربية. فأرجون بيعرض خريطة المبنى قدامه وبيعرف المكان اللي خرج منه وبيطلب من جريش يتخرج الرهائن في أسرع وقت، وبيجري علشان يخرج من المخرج اللي غول خرج منه، وبيخرج منه وبيركب موتوسيكل وبيجري علشان يوصل للمطار بسرعة، وإيرا بتساعده يوصل لغول. وفي الوقت ده مجلس الوزراء بيحاول يفضي المدينة قبل ما القنبلة تنفجر وتقتل كل سكان المدينة من الغاز السام. بعدها غول بيوصل المطار وبيركب الطيارة بتاعته، فأرجون بيدخل المطار بالموتوسيكل وبيوقع الموتوسيكل تحت طيارة فبيدمرها فمش بيخليها تطير، وغول بيخرج من الطيارة وبيكون لسه عايش وبيحاول يفجر القنبلة لكن الزرار باظ فبيقع على الأرض، وبيضرب أرجون بالسكينة في رجله، فأرجون بيضربه بالسكينة في رقبته بيموته، وبيفتح شنطة التحكم وبيكون مش عارف القنبلة بتقف من أنه زرار. وبنروح لمبنى البرلمان وبيحصل انفجار في الباب، والكل فكر إن قنبلة الغاز هي اللي انفجرت، لكن جريشي بتكون خبطت الباب اللي فيه القنبلة بكرسي وبتخلي القنبلة تنفجر وبيخرجوا من المبنى. وبنرجع تاني لأرجون وإيرا بتساعده في قطع سلك القنبلة وبيعطل القنبلة قبل ما تنفجر، وبكده يكون أرجون نجح في مهمته وقدر إن هو يحمي رئيس الوزراء والرهائن وقضى على عصابة غول. والشرطة بتقبض على أشار قبل ما الطيارة تتحرك بيه، وبيخلص فيلمنا على كده.